انطلقت اليوم في أبو ظبي الدورة الثالثة عشر من قمة AIM للاستثمار التي تعتبر منصة رائدة لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عالميا. وتشهد القمة التي تحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي مشاركة أكثر من 100 وزير وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي و900 متحدث و11 سوقا ماليا عالميا و50 شركة يونيكورن و300 عارض وما يزيد على 12 ألف مشارك من 175 دولة. وتوفر القمة في دورتها الحالية العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات.